الملك ختي الثالث إلى ابنه ماري كارع. أقم العدالة ما دمت تعيش على الأرض، هدئ من روع من ينتحب، لا تقهر الأرملة، تجنب أن توقع عقوبة بالباطل، اظهر الاحترام للكبار، واسعى إلى أن يزدهر شعبك، عزز حدودك ومراكزك الحدودية، كن صانعاً ماهراً للكلام لتكون قوياً، قدرة الإنسان في لسانه، الكلمات أقوى من أي قتال، إن الإنسان الحكيم مدرسة للعظماء، إذا كنت عادلاً تستطيع أن تنام بفضل قوتك، وكان معكم جنة أيمن، وعمري 12 سنة، وشكراً.